تمكنت قوات الدرك الوطني من إلقاء القبض على لصوص وقطاع طرق يبلغ عددهم 9 أشخاص كان بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية، حيث تم عرضهم أمام الصحافة الوطنية بحضور المدير النائب للدرك الوطني ومدعي الجمهورية الوكيل النائب الخامس محمد منصور عبد الرجال. عبد الله هارون والتفاصيل. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لاستيصال المجموعات الإجرامية، إلا أن هناك ما زال شرذمة من اللصوص وقطاع الطرق يعرقلون الأجواء بأفعالهم اللا إنسانية ضد المواطنين. لذا تمكنت قوات الدرك الوطني من القبض على هؤلاء المجرمين البالغ عددهم 9 أشخاص توجد بحوزتهم 24 من مختلف الأسلحة النارية. وبهذا الصدد فقد شكر المدير النائب لقوات الدرك الوطني العميد أنجار أنجرموجي على هذه الجهود المبذولة من قبل قوات الدرك الوطني الذين يسعون ليلا ونحار من أجل تأمين المواطنين وحفظ ممتلكاتهم، مناشدا في الوقت نفسه رجال القضاء القيام بالدور المنوط بهم لمحاكمة هؤلاء المجرمين حسب القانون. بدوره مدعي الجمهورية الوكيل النائب الخامس ثمن جهود قوات الدرك الوطني على حاز العمل الذي يساعد الحكومة لتعزيز الأمن والسلام. نفتح تحقيقا عادلا قضائيا ضد هؤلاء الذين يخرقون القانون، يقتلون البشر دون ما رحمة، دون ما أخلاق، دون ما قانون. سنؤكد لكم أن هؤلاء سيكونوا تحت قبضة القضاء قضاء عادلا، وإن شاء الله ستشوفوا ماذا سيعمل بحقهم. علما بأن هؤلاء المجرمين سيقدمون إلى العدالة لتأخذ مجراها حسب القانون المعمول به بالبلاد.